بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. نشارك معاكم اليوم وصفة فطائر محشية او مملحات او خبيزات معمرين. يجيو خفيف والبنة تاعهم روعة. نحضرهم معاكم بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وبشكل مختلف. فطائر يجيو خفيف ريشة والحشوة تاعهم بزاف بنينة. تابعوا معايا الفيديو ونروحوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. اولا نحضروا العجينه. اذا في اناء التحضير نحطوا ملعقه كبيره خميره الخبز، نضيف عليها ملعقه كبيره سكر عادي، ونضيف عليهم كاس حليب يكون دافي. الكاس دائم المستعمل هو 200 مللتر، وتقدروا تستعملوا الماء الدافي بدل الحليب. نخليهم يتفاعلوا شويه ومن بعد نكمل العجينه. اذا بعد حوالي دقيقتين نضيف ربع كاس زيت نباتي اي ما يعادل 50 مللتر، ونزيد عليهم ملعقة صغيرة ملح وبياض بيضاء، والصفار نحتفظ به للتزيين. نزيد نضيف عليهم ملعقة صغيرة خل، يعني الخل يخلي الخميرة تتفاعل أكثر. نخلط المكونات كامل هكذا مع بعضاهم حتى يتجانسوا، ثم نبدأ بإضافة الفارينة أو الدقيق الأبيض. نضيف 3 كؤوس فارينة يكونوا ممسوحين. نجمع العجينة هكذا، لازم تكون طرية وتلتصق باليد. دايما نحطوا شوية زيت ونلموا العجينة هكذا باش ما تلصقناش في اليد. نعجنوها هكذا شوية ومن بعد نغطيوها ونخليوها ترتاح من 30 إلى 40 دقيقة حتى تخمر ويتضاعف الحجم تاعها. اذا نخليو العجينه تخمر ونروحو نحضروا الحشوه. اذا في مقلايه نحطوا شويه زيت حوالي 3 ملاعق كبيره، ثم نضيف عليهم بصله كبيره تكون مقطعه قطع صغيره. نقلب شويه البصل هيدا مع الزيت حتى يدبل. ثم نضيف نصف صدر الدجاج يكون مقطع هكذا قطع صغيره. نزيد نقلبهم هكذا مع بعضهم او نقليهم مع بعضهم حتى يبيض لون الدجاج، يعني يتغير اللون تاعو الى الابيض. هكذا يكون تقلى شويه. بعد ذلك نضيف جزره مبشوره او زروديه، ونزيد نضيف كذلك حبه تاع فلفل اخضر وحبه تاع فلفل احمر يكونوا مقطعين هكذا قطع صغيره. نزيد نقليو كامل المكونات شوية، ونزيد نضيف عليهم التوابل. نضيفو هكذا شوية فلفل أسود حوالي ربع ملعقة صغيرة، ثم فلفل أحمر عكري أو بابريكا، يعني حطوا الكمية اللي تحبوا، حطوا ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة صغيرة، والقليل من الفلفل الأحمر الحار يعني على حسب الاختيار، وحوالي نصف ملعقة صغيرة من توابل الدجاج لأن حطينا الدجاج، وشوية زنجبيل وشوية كركم، وملعقة صغيرة من الطماطم المصبرة، وحوالي فصين ثوم يكونوا مهروسين. نقلب المكونات مع بعضهم كامل، نزيد نقليهم شوية، ثم نضيف ملعقة صغيرة تاع ملح، أو استعملوا الملح على حسب الكمية اللي استعملتوها نتاع المكونات. نغطيهم شوية هكذا باش يتشربوا الملح والتوابل. نخليهم هذيك حوالي 5 دقائق. وفي الاخير نضيف عليهم شويه زيتون خضر يكون مقطع رقيق هكذا، وشويه معدنوس ثاني يكون مقطع رقيق. نغطيهم هكذا حوالي دقيقتين ثم نطفي النار. والحشوه هذه لازم تكون ناشفه، يعني كي تشوفوها نشفت من بعد طفيو عليها النار. اذا نخليو الحشوه تبرد ونروحو نكملو العجينه. هاي العجينة اختامرت كما تشوفوا، ضعف الحجم تاعها. نعجنها شوية باش نخرجوا منها الهواء هذاك والاختمار هذاك. ثم نقطعها الى 12 قطعة كما تشوفوا.
نكوروهم هكذا ونغطيوهم بقطعة تاع بلاستيك أو سيلوفان باه ما يجفوش، ونروحوا مباشرة لتحضير الفطائر أو الخبيزات. إذن هاي الحشوة بعد ما بردت نحتاج كذلك إلى كمية من الجبن المبشور، استعملت الشيدر. إذن نبدأ في تحضير الفطائر، نحل العجينة هكذا أو نبسطها هكذا بهذا الشكل البيضاوي هكذا أو على شكل أوفال، نعمل هكذا في الوسط خطوط هكذا بالقطاعة أو بسكين، نعمل هكذا خطوط صغيرة في الوسط فقط ما نلحقش الأطراف، ومن بعد نهزوا العجينة هكذا باش هذوك الخطوط يعاودوا يتلاصقوا شوية باه كي نحطوا الحشوة ما تخرجش. وكما قلت لكم في الأول الحشوة لازم تكون ناشفة. بعد ذلك نحطوا الحشوة، نحطوا كمية هكذا حوالي ملعقة أو تنين، يعني حطوا الكمية اللي تحبوا، ونزيدوا فوقها الجبن المبشور، حطوا تاني الكمية على حسب الاختيار. بعد ذلك نلموا هذوك الأطراف، نضغطوا عليهم مليح باه ما يتفتحوش. في الأخير نتحصل على هذا الشكل تاع الفطائر أو الخبيزات، يعني الشكل اللي يجي هايل شباب. هذوك الخطوط يمدوا منظر هايل للفطائر خاصة لما يطيبوا. نتبعوا نفس الطريقة هكذا حتى نكملوا كامل الفطائر، نحطهم هكذا في صينية، من الأحسن تكون هكذا مغطاة بورق الطهي. إذا نحطهم هكذا بالطريقة هذه، الجهة اللي غلقناها دايما تكون في الأسفل. بعد ذلك نجيبوا صفار البيض هذاك اللي احتفظنا به، نضيفوا عليه شوية فاني وملعقة صغيرة من الحليب، نخلطهم مليح هكذا وندهنوا بهم الوجه نتاع الفطائر. كي نكملوا هكذا ندهنوهم كامل، ندخلوهم الفرن مباشرة، بحيث الفرن نكونوا سخناه من قبل، نسخنوه على 180 درجة، نحطوهم في الرف الأوسط، نخليهم يطيبوا حتى يتحمروا شوية من الأسفل، نطفيو لهم من الأسفل ثم نزيدو نعاودو نشعلو لهم من فوق يزيدو يتحمروا شوية فقط ونحيوهم. هام هنايا بعد ما تحمروا خداو واحد اللون رائع، واللون تاعهم يجي هايل متناسق ولون ذهبي هايل. تحمروا كامل كيف كيف، شوفوا كيفاه تحمروا كي من تحت كي من فوق روعة. نقسم وحدة معاكم هكذا، كانوا بردوا شوية كي قسمتهم، جو فطائر من أروع ما يكون، سواء العجينة نتاعهم جات خفيفة والحشوة بنتها روعة، وحتى الشكل نتاعهم جا هايل شباب، والحشوة كيما شفتوا ما تخرجش خلاص. وصفة فطائر سهلة وبنينة وتستاهل التجربة. وفي الأخير نتمنى عجبتكم الوصفة تاع اليوم، وإلا عجبكم الفيديو ديروا له لايك واشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وفعلوا الجرس هكذا باه يوصلكم كل جديد. وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر مع وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.